السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأعزائي المتابعين في كل مكان، أهلا بيكم في فيديو جديد، ويا رب يكون الكل بخير إن شاء الله. 2 متر قماش وشوية حاجات تانية كده وتكبير القناة. احنا كنت اتكلمت حتى قبل كده ان العامل الرئيسي او البطل الرئيسي عندي في القناة هو الفيديو، المحتوى اللي انا بظهر بيه للناس، فلازم يكون المحتوى ده على قد ما بقدر يكون في احسن صورة ممكنة. وعشان يكون في احسن صورة ممكنة لازم التصوير والمكان وكل حاجة انا بعملها تكون على قد ما اقدر وعلى قد امكانياتي، تكون في احسن حال وفي احسن صورة. انا كنت قلت ممكن بنصرف حاجات بتضر القناة ما بتفيدهاش، زي قلت بقى شراء مشاهدات، شراء ساعات، شراء مشتركين، كل الكلام ده انا ما بستفادش بيه وبدفع فيه مبالغ كبيرة. انا ممكن باقل من المبالغ دي اطور قناتي فعلا عن طريق جودة صورة وجودة، يعني هنعمل استوديو كده بسيط على قدنا، ومع ذلك ممكن يطلع صورة او مشهد حلو الناس لما تخش تشوف الفيديو ما تملش ويبقى عاجبها المحتوى بتاعي. طيب عشان نخش في الموضوع بسرعة، ايه قصة الاول 2 متر قماش؟ زي ما حضراتكم شفتوا كده، لما شلت بقى الخلفية اللي انا كنت اعملها ورايا ظهر القماشة ديت، وهي فعلا انا جايب 2 متر قماش، لان انا مش محتاج اكتر بالنسبة لي، انا كمحتوى بتاعي مش محتاج غير هما الـ2 متر دول، ومش هيكلفوا الـ2 متر دول كلفوا تقريبا 50 جنيه، يعني لو هنقول بالدولارات يعني حوالي 2 او 3 دولار بس عشان اجيب القماشة دي. واللي من القاهرة هيلاقيها عند شارع الازهر، واللي البياعين هناك خلاص بيبقوا عارفين ان ما تقول له كروما خلاص عارف ان القماشة بتاعته ان لازم تبقى تقيلة مش خفيفة، ما تبقاش شفافة يعني عشان الاضاءة والكلام ده كله. ولما اجي احطها ورايا على قد ما يعني محاول ان هي تكون مفرودة ما فيهاش تانيات او مكرمشة عشان ما تعكسنيش في المونتاج وتبقى في دفوهات ومش مظبوط. دي كل قصة الكروم. فالناس اللي هي محتواها حد بيطلع يتكلم مع الناس، كل محتوى بس كلام مع الناس، فبدل ما هو مثلا بيبقى الموضوع نمطي دايما طالع في أوضة، طالع في مكتب، صالة، اي حاجة هو بيتكلم منها على طول، فمن خلال القماشة دي او الكرومة زي ما بنقول هيحطها وراه وتعليقها مفيش اسهل منه بحبل باي حاجة هيدقها على الحيطة، هيبتدي يغير الخلفيات من وراه، بالتالي فدوت مش هيزهق الناس اللي تعودت ان هي تشوفه مثلا في منظر معين. فهي دي اول حاجة انا ممكن اطور بيها جودة الصورة او المشهد بتاعي. طب القنوات طبخة هتقول انا مش محتاجاها، تمام، ممكن ما تكونيش محتاجة دي قوي، او لو مثلا عندك في المطبخ او في المكان اللي انت بتطبخي او بتعملي فيه الاكل بيبقى ظاهر مثلا شباك، ظاهر منظر معين انت مش حباه في المطبخ عندك، فممكن بالستارة دي لما تجيبيها وتحطيها، لما هتيجي تمنتجي هتشيلي بقى مكان الستارة دي وتحط اي منظر اكنك عندك في المطبخ فعلا، برضو هيدي منظر جميل وشكل اللي هيخش يشوف الفيديو عندك. وطبعا موضوع القماشة او الكرومة دي بتشال طبعا ناس كتير دلوقتي شرحت برامج المونتاج وما اسهلها بقى، عن طريق لو برامج على الكمبيوتر هتلاقوا مكتوب كلمة كروما، كين ماستر، مفتاح الصفاء، مش عارف ايه الحاجات دي كلها، مجرد بس ما بنضغط عليها بيتشال اللون الاخضر وبيتحط مكانه الخلفية دي. والخلفية دي بنجيبها منين؟ من على جوجل، بنكتب خلفيات مونتاج بدون حقوق، بيجيب لنا بقى شوية خلفيات، بشوف الخلفية اللي بتعجبني وابتدي اشيلها مكان القماشة او الكروما. يبقى دي اول جزئية في الموضوع. تاني حاجة معايا الاضاءة، لما تكون الاضاءة عندي كويسة بالتالي برضو هتطلع الصورة كويسة. فانا بحتاج ايه؟ هحتاج حاجة زي الرينج لايت ديت، وبرضو على حسب المحتوى بتاعي بحدد الرينج لايت. لو انا مثلا بعمل محتوى الناس اللي بتطلع تمثل او بتعمل سكتشات او حاجات من دي، فهتبقى محتاجة مثلا اضاءة كبيرة، فهتبقى محتاجة رينج لايت كبير. لا، على قد كلمتين انا بقولهم او على قد انا بعمل اكل برضو هبقى محتاجة. بقى هنا بتكلم عن برضو اللي محتواهم اكل، وزي ما انتوا شايفين الرينج لايت كده ومنظرها،
انا هبقى محتاج، قلنا خلاص الرينج لايت، وهبقى محتاج الستاند. الرينج لايت والستاند دول برضو في نفس المكان في شارع الازهر او في العتبة، للناس اللي من القاهرة، الناس اللي في الدول العربية برضو هتبقى عارفة الاماكن اللي ممكن تقدر تشتري منها الحاجات دي وهتفيدني. احنا بنشوف الناس ممكن اللي بتعمل محتوى اكل بيبقى الاضاءة مثلا مش على فلاش التليفون، ما بتبقاش مبينة منظر الاكل كويس، بتبقى في اجزاء مضلمة. لا، ده انت دلوقتي عن طريق اللينج لايت، رينج لايت والستاند دوت اللي انت بتقدري كمان تحطي فيه التليفون، خلاص مش هتبقي محتاجة ان انت بتعملي بايد وماسكة التليفون بايد، تبقى الصورة مهزوزة، البخار طالع على التليفون، كل الحاجات دي هتقدري تتلاشيها لما تجيبي حاجة زي كده. الستاند بالرينج لايت دول كده هيكلفوا في حدود 250 جنيه، وقلنا مثلا 2 متر قماش ادي كده 300 جنيه، مش المبلغ يعني مش هيجي ربع اللي بيدفع في شراء المشاهدات والاعلانات الممولة الوهمية والحاجات اللي بتتعمل دي. فلما هعمل الحاجات دي هقدر فعلا بطور من نفسي ومن المحتوى بتاعي، فهيجذب مشاهدين لما هيخشوا ويلاقي الصورة عجباهم، بالتالي يشتركوا وبالتالي يتابعوا الفيديوهات بتاعتي لما انزلها. فانت كمحتوى اكل هتبقي محتاجة رينج لايت زي ديت والستاند، وتركبي فيه التليفون وتظبطي الزاوية بقى، مجرد بس حاطة الستاند جنبك وظابطه، والرينج لايت ده بتقدري تحركيه زي ما انت عايزه، فوق تحت، يعني ايه مش ثابت كده زي ما هو، لا بتقدري تتحكمي فيه. فممكن تعمليه بميل ناحيه مثلا البوتاجاز وانت بتعملي الوصفه، او ناحيه البورد او الترابيزه اللي انت بتعملي عليها الاكل، وخلاص على كده، وهيبقى بالنسبه لك في المونتاج اسهل، وكل حاجه بالنسبه لك هتبقى ابسط ما من بتبقي ماسكه التليفون او حد بيصور لك، فبتبتدي الصوره تتهز في ايديه والحاجات اللي بتحصل دي كلها. يبقى الاضاءه مع الستاند مع التليفون هيبقوا محطوطين بزاويه تظبط لي الصوره وجودتها، وبالتالي زي ما بقول مش هتزهق اللي بيتفرج. تالت حاجه والاخيره، هبقى محتاج المايك، مايك زي بويا ام 1 اهو، مايك جميل مش غالي، وبرضه هبقى محتاجه سواء حتى برضه لو قناة طبخ لازم هتبقى محتاجة مايك زي ده اهو. المايك دوت اللي انا مركبه، لان انا مثلا كنت في الفيديوهات الاول بعملها قبل ما بجيب المايك كانت ناس بتقعد تقول لي صوت واطي، مع اني والله بزهق، بس هو ممكن يعني صوتي مش عالي قوي او حاجة. فالمهم، فانا عشان برضو لما لقيت الناس بتشتكي من موضوع بتقول لي صوتك واطي، طب انا مش هزهق الناس، كل اللي هيخش هيقعد يقول لي الصوت واطي الصوت واطي، مش هيتفرج. فقمت جايب المايك دوت، واللي ابتديت مؤخرا بقالي فترة كبيرة لما بعمل بيه الفيديوهات، ومتهيألي ما عدتش بسمع او حد بيكتب لي ان الصوت واطي. فبرضو كمحتوى، ليه بقول محتوى اكل؟ لان انا بعتبر نفسي لسان القنوات البسيطة اللي زي اللي هي معظمها قنوات طبخ وربات بيوت، فبتكلم بلسانهم او بتكلم عشانهم. انت برضو ممكن وانت بتعملي الاكل وحد بيصورك او انت ماسكة بايد، فغصب عنك دي بيبقى لا ارادية، لو هو ده التليفون فانت ماسكة وبتعملي كده ومش عارف ايه، فالصوت بيبعد عن التليفون، فبيبتدي فيه في مناطق بيبقى الصوت واطي. او لو بعدتي بتروح المطبخ، حتى لو كنت مثبتة التليفون في مكان ورحت في ال بتعملي حاجه بعيده عنه، فالصوت بيبقى واطي. والقصه في المايك مفيش اسهل منها خالص، بتجيبيه بتركبيه في التليفون، وبيبقى في حاجه زي كده اهي، هي دي اللي انت بتاخدي بالك بس من الزرار. لو انت من التليفون مركبه المايك يعني في التليفون، بيبقى عندك فيه اختيارين، كاميرا او اللي هي مكتوب اوف اللي هي بتبقى على التليفون. يعني انت لو انت هتبقى موصله المايك دوت بكاميرا، فبترفع الزرار لفوق عشان يبقى الصوت يتسجل معاكي، لو على التليفون بتسيبيه على اوف تحت كده زي ما هو مكتوب، بحيث الصوت يبقى شغال معاكي تمام. ادي الموضوع كله بحاجات بسيطه. المايك ده بتكلفته حوالي 200 جنيه، برضه من نفس المكان. يعني لو حد ليه فعلا عايز يعمل حاجة زي كده، لو نزل مكان زي العتبة او شارع الازهر في القاهرة، هيلاقي كل الاماكن دي كلها جنب بعض، هيقدر يشتري الكرومة، الرينج لايت، المايك،
كل الحاجات اللي هو محتاجها، وهتبقى التكلفة كلها. المايك ده عامل كان 200 جنيه تقريبا وقت ما اشتريته، يعني القصة كلها هتبقى في حدود 500 جنيه. ممكن يبقى المبلغ كبير شوية، بس انا ممكن ابتدي اجيب جزء جزء فيه. اجيب الاول مثلا القماشة ديت حدود 50 جنيه، لو انا مثلا التليفون بيبقى قريب مني وانا صوتي عالي فخلاص مش هبقى محتاج المايك دلوقتي. بعد شوية ابتدي اجيب الرينج لايت، وزي ما بقول لو انا محتوايا مش محتاج الرينج لايت الكبير دي، لو انا مثلا برضو ممكن اجيب رينج لايت صغير، وفي منه بيبقى مقاسات صغيرة بستانت صغير، واحطه برضو جنبي على المطبخ او على الرخامة، واظبط الزوايا وابتدي اعمل الاكل بتاعي وتطلع الصورة كويس. يبقى الحاجات البسيطة دي ههتم بيها، هتفرق معايا في جودة الفيديو. وهتلاقوا الكلام دوت من الناس لما تخش عندكم في التعليقات، ويبتدوا يقول لكم الصورة جميلة المرة دي، الصوت حلو، انت عملته ايه، ويبتدوا يسألوكوا ويعجبوا بالمحتوى بتاعكم. ده كده كان باختصار ازاي اقدر اعمل استوديو احترافي وببساطة خالص عن طريق الحاجات البسيطة اللي انا اشتريتها وابتدي اطلع بيها للناس. وبكده اكون وصلت لنهاية الفيديو، ويا رب اكون قدرت افيدكم. وكالعادة في الختام بصلي على سيد الانام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.